الوغ قبل ما نهضروا على لو دومين دو ستابيليتي دو لو، غادي نهضروا على علاش كنديروا حنا، علاش كندرسوا هاد الدياغرام دو بوربي، شنو هو الهدف منه. الهدف من هاد الدياغرام ديال بوربي هو نحدد كيكون عندي هنا واحد لاسبيس ا، هنا واحد لاسبيس بي، هنا واحد لاسبيس سي، هنا واحد لاسبيس دي. الهدف لانتيري بريمي ديال لو دياغرام دو بوربي هو دو بريفوار كيل سوغا لا فورم ستابل دو سيت اليمون دون دي كونديسيون بارتيكولير. مثلا الى عقلتو في الدياغرام اللي كنا خدمنا في الحصه اللي فات، كنا خدمنا على الدياغرام دي ان اي وشفنا انه كيكون سو فورم دو بليزيور فورم، يعني ان اي دو بلس، ان اي او اش 2 اتسيتيرا، ان اي او 2. دونك كنشوف بحال دابا هنا في هذا الدومين هذا شكون هو لو بلو ستابل في هذا الدومين، هو لي سبيس ا. شكون هو لو بلو ستابل في هذا الدومين، هو لي سبيس دي. فوالا شكون هو لو بلو ستابل في هذا الدومين، هو لي سبيس سي. دونك باش كندرس لا ستابيليتي ديال لي زيليمون دون دي كونديسيون بارتيكولير، بيان سور هاد لا ستابيليتي كندرسها اون فونكسيون دو دو بارامتر اللي هما لو بي اش مع لو بوتونسييل. داكوغ. اون افي au milieu A, que certaines espèces sont stables tandis que d'autres subissent une forme de dégradation, bien ce qu'on appelle la corrosion. Oui, mais on va détailler ce que c'est la corrosion. Donc, on va faire un diagramme de l'eau. Donc, on va faire le diagramme E potentiel de l'eau. دونك باش نشوفوا لا ستابيليتي ديال لي زيليمون فوسط من الماء. مثلا غنعطيكم مثال، الى حطينا مسمار ديال الحديد فوسط الماء، شنو كيطرى لذاك المسمار؟ شنو كيطرى ليه؟ كيبدا يتاكل، يعني سي سكون ابل لا كوروزيون. اوكي، هذا هو لا كوروزيون، هو التاكل. علاش كيتاكل؟ لانه انستابل. سي بون، واش متفقين معايا؟ دونك كنقولوا لو فير اي كومون لو فير الي انستابل دون لو، لو فير اي انستابل دون لو. سي بور سيت ريزون كتوقع عليه اون رياكسيون شيميك كي سابيل لا كوروزيون، يعني كي تاوكسيدا. بار كونتر الا حطينا خاتم ديال الذهب، تخيلوا حطينا خاتم ديال الذهب في وسط كاس ديال الماء، شنو غيطرى لذاك الخاتم ديال الذهب؟ وي اش غتوقع عليه شي حاجه؟ لا، ما يوقع ليه والو، ما غيوقع ليه والو. دونك شنو نقولوا على الذهب؟ لوغ الي ستابل ولا انستابل؟ ستابل دون. تري بيان، لوغ الي ستابل دون لو. دونك الهدف ديالنا في هذه الحصه هو نعرفوا كيفاش نحددوا واش ان اسبيس الي ستابل دون لو ولا لا. سي بون، دونك سي بور سيت ريزون on doit déterminer le domaine de stabilité de l'eau. Donc, on sait la manière pour déterminer le domaine de stabilité de l'eau. دونك اول حاجه باش نضبطو لا ستابيليتي ديال لو، غادي نلعبو بجوج ديال لي زيسبيس، ولا بلوتو بثلاثه ديال لي زيسبيس. دونك لوغسك اون بارل دو اش دوزو، اش دوزو ملاش كيتكون؟ كيتكون من لو ديهيدروجين ومن لو ان دومي دي اوكسيجين. سي بون، دونك هادو هما الابطال ديال المكونات الرئيسيه ديال الماء. الوغ شكون هما لي كوبل اللي نقدروا نخرجوا من هاد الثلاثه؟ الا بغيتكم، الا طلبت منكم تخرجوا لي لي تروا كوبل، خرجوا لي ثلاثه ديال لي كوبل من هاد لي تروا هادو. كوبل اوكسيد مثلا ناخذ او 2 كوم اوكسيدون، دونك اش 2 او سورا كوم ريدكتور. سي بون، دونك الا كان او 2 اوكسيدون راه اش 2 او سي ان ريدكتور. اي بان تو سامبلومون هنا شحال هي الدوغري دوكسيداسيون ديال الاكسجين؟ سي زيرو. شحال هي الدوغري دوكسيداسيون ديال الاكسجين هنا؟ سي موان دو. دونك لسبيس كي ا لو دوغري دوكسيداسيون لو بلوز الفي دونك هو اللي كنسميوه اوكسيدون،
واللي عنده الدوغري اصغر دوغري دوكسيداسيون هو اللي كيتسمى لو ريدكتور. سي كلير. دونك هذا هو لو بروميي كوبل. تقدروا تبروبوزيو عليا ان دوزيام كوبل مثلا، الا خدينا الا قلت لكم خرجوا لي لو كوبل اوكسيد ما بين اش 2 او 2 اش 2 زو، شكون هو الاوكسيدون شكون هو الريدكتور؟ اش 2 زو اوكسيدون او اش 2 ريدكتور. تري بيان. دونك شنو كنلاحظوا؟ ان الاش 2 زو il peut jouer le rôle d'un oxydant comme il peut jouer le rôle d'un réducteur. يعني الا حطيناه مع الا حطيناه مع ان اوكسيدون، الا حطيناه مع ان ريدكتور دونك il se comporte comme un oxydant، و الا حطيناه مع ان اوكسيدون il se comporte comme un réducteur. دونك هنا لا كيسيون علاش تقلبوا هنايا، لان شكون هو لاسبيس اللي كنخدموا ليه الدوغري دوكسيداسيون ديالو هو اش 2. دونك اش 2 غادي نشوفوا الدوغري دوكسيداسيون ديال الاش اي سي والدوغري دوكسيداسيون ديال الاش اي سي. شحال كتساوي الدوغري دوكسيداسيون ديال الاش في الاش 2 زو؟ موان 2. متاكده؟ ردوا البال سيلفو بلي فاش تلفوا على الدوغري دوكسيداسيون ديسينيو لا موليكول دو لو ياك، وشوفوا فين كيتجهوا الالكترونات. دونك شنو كيطرى للهيدروجين كيفقد؟ دونك بلوس، دونك سي بلوس 1 سي بون. دونك في هذه الحاله دوغري دوكسيداسيون ديال اش دون اش 2 زو سي بلوس 1. وشحال هي دوغري دوكسيداسيون ديال اش دون اش 2؟ وي زيرو زيرو. فوالا ديما نبداو نكونفيرميو بين راه فوالا دونك اوكسيدون ريدكتور. دونك دابا الا طلبت منكم تحددوا ليا، دونك هذه هي الخطوه الاولى باش كنحددوا لو دومين دو ستابيليتي دو لو. دونك غادي تحددوا ليا لا رياكسيون اوكسيد هنا ولا رياكسيون ليكيليبر اوكسيد هنايا. دونك شكون هو ليكيليبر اوكسيد ما بين او 2 اش 2 زو؟ دونك ديما نحطوا او 2 فوالا كوم اوكسيدون، توجور لي اوكسيدون كيكونوا ا غوش، و اش 2 زو غادي نحطوه كوم ريديكتور. دونك نو زالون فير كوا؟ نو زالون ايكيليبري كوا؟ فوالا اول حاجه غنيكيليبريو شنو هي؟ هي الاكسجين. دونك اون دو ملتيبلي اي سي بار 2، دونك بلس بيسكو زدنا هنا 2 دونك سافا نو دوني بلس 4 اش بلس. بلس 4 اش بلس. تري بيان. بلس 4 فيز الكترون. تري بيان. اي بوي اون فا نوتراليزي لا رياكسيون بار لاجوت دو 4 الكترون. فوالا دونك هادي هي لا بروميير ايكواسيون اوكسيد. ندوزو لا دوزيام، لا دوزيام ايكواسيون اوكسيد. دونك عندنا لو اش 2 زو كوم اوكسيدون و لو ريديكتور ديالو هو اش 2. دونك شنو غادي نزيدو تو سامبلومون افان ديكيليبري لو اش 2؟ دونك نقدرو هنا نديرو ان ايكيليبراج او ميليو. وي شنو غنزيدو؟ غادي نيكيليبريو الاكسجين من الجهه الاخرى. تري بيان. دون سكا لا اون فا ايكيليبري. وي باش غن ايكيليبريو الاكسجين؟ او اش مون. وي تري بيان. اون فا ايكيليبري لو اوكسيجين بار لا جوج، حيتاش عندك اش 2 زو ما يمكنش تزيدي اش 2 زو هنا. سي بون. دونك غادي تيكيليبري بشحال من اش موان؟ شحال عندنا من اوكسيجين هنايا؟ وحده. سي بون. دونك غادي نيكيليبري اش او موان. ولكن المشكل اللي كيتخلق ليا هو فاش كنيكيليبري باش او موان، شنو هو المشكل اللي كيطرا؟ هنا عندك جوج، هنا عندك ثلاثه، شتو ستري ديفيسيل نوازنو هاد المسألة هادي. دونك كيفاش غنديرو نحلو هاد المشكل؟ وي سيد حنا البروف فاعتبر اش 2 زود اش بلوس، اعتبرها اش بلوس. وي كاينة ديك، كاينة ديك الطريقة غنشوفوها حتى هي. دونك هنايا باش نحلو هاد المشكل هذا شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو هنا في جوج ياك، ونضربو هنا في جوج، صافقين؟ كوم سا المشكل ديالنا تحل، بقى لنا غير نوتراليزيو هنايا. بشحال من الكترون غنزيدو في هاد الجهة؟ دوز الكترون. تري بيان، دوز الكترون. اعتبروا هادي لا ميثود 1. شوفوا لا ميثود 2. عندنا اش 2 زو هنا وعندنا هنا اش 2. دونك اون فا ايكيليبري لو اش 2 زو باغ لاجوت دو اش 2 زو. سي بون ياك. اي ابري اون فا ايكيليبري ليدروجين باغ لاجوت دو كومبيان دو بروتون؟ دو 2 اش بلس. تري بيان.
Et après, on va équilibrer les protons par combien d'électrons? 2 électrons. 2 électrons. Et nous allons simplifier. H2O. H2O. Et donc, nous allons trouver 2H plus, plus 2 électrons. Et il y a les le prof, n'est-ce pas? ولكن ما ديمونطراهاش لينا غير عطاها لنا وصافي. دابا فهمتوا لا ديمونستراسيون ديالها. دونك لوكسيدون هو اش بلس و لو ريدكتور هو اش 2. مزيان. الوغ فوالا، حنا شدينا جوج ديال لي ميثود، بجوجهم غادي يعطيونا نفس النتيجة. بقى لنا دابا شنو غنشدو هاد لي دو رياكسيون، نحاولو نديتيرمينيو لو بوتونسييل ديالهم. دونك كنحاولوا نخدموا على كل رياكسيون نحددوا لها لو بوتونسييل. دونك ندوزو لا بروميير رياكسيون. دونك بوغ لا بروميير رياكسيون شنو هو لو بوتونسييل ديال لو كوبل O2H2O. Maintenant, donc le potentiel de O2H2O, ou bien sûr le potentiel standard O2H2O plus 0,06 divisé par le nombre des électrons échangés, les O4, log de la concentration de quoi? Donc, H on a plus. normalement, très bien, log de la concentration de H plus à la puissance 4. Voilà. Et donc, le potentiel d'équilibre ديال O2H2O نلاحظو انه كيساوي شحال الى بغينا نكتبو اون فونكسيون دو بي اش. دونك هاد الربعه اون فا سامبليفي بار 4 ici et donc ça va nous donner tout simplement le potentiel standard de O2H2O moins 0,06 pH. C'est bon? Voilà, on a obtenu la première équation. Nous allons passer maintenant à la deuxième équation. Donc, pour la deuxième équation, je donne un nom. Donc on a le potentiel d'Hellman de H2O H2 ou le potentiel standard de H2O H2 yak plus donc le redmo bil tahtaniya باش نمشيو مع البروف ديالكم. Donc plus 0,06 divisé par le nombre des électrons échangés les ou 2 log de H plus à la puissance combien? À la puissance 2. Et nous allons faire la même chose, donc on va simplifier par 2. Et donc ça va nous donner donc c'est la même chose, moins 0,06 pH.
سي كلير. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نو ريبريزونتيو دونك غادي نحاولو نديرو اون ريبريزونطاسيون دو لا بروميير ايكواسيون. دونك شنو تقدروا تقولوا على لا بروميير ايكواسيون؟ كيف كيفاش داير لا بونت ديالها؟ وي دونك الا درنا هكا شنو كنقصدوا؟ البي اش كيتزاد والبوتونسييل كيبقى كونستانت. مي في نظركم لا بروميير ايكواسيون كيفاش داير لا بونت ديالها؟ وي سيل فو بلي واش كتسمعوني مزيان؟ الصوت مسموع مزيان سيل فو بلي؟ واش الصوت مسموع مزيان؟ وي دونك لا بونت غادي يكون نيجاتيف. كيتقطع السبب كيتقطع كيتقطع الصوت واش من قبيله ولا عاد دابا؟ غير دابا شويه. دابا مزيان ما كيتقطعش صافي. دابا مزيان انا بعدا. دابا مزيان سي بون. دونك شنو تلاحظوا؟ ان لا بونت الي نيجاتيف. دونك شنو المعنى ديال لا بونت نيجاتيف؟ يعني ما حد لي فالور ديال البي اش تيتزادو البوتونسييل ديكيليبر كيتناقص. اي دونك غادي نلقى واحد لا بونت اللي داير بحال هكا فوالا. دونك هادي هي ليكواسيون ديال ديال لو برومي كوبل او 2 اش 2 او. دونك تقدروا تقولوا لي شكون اللي غيكون الفوق شكون اللي غيكون لتحت؟ ياك عندنا جوج لي كوبل، عندنا او 2 و اش 2 او، شكون اللي غنديروه الفوق شكون اللي غنديروه لتحت؟ وي على حسب الحصه اللي فاتت. على حسب الدوغري دوكسيداسيون. تري بيان، على حسب الدوغري دوكسيداسيون. دونك شكون اللي عنده اكبر دوغري دوكسيداسيون؟ اش دوزو هنا في هذا، في هذا، في هذا الكوب الاول. او دو. او دو يعني هو اللي غادي يكون الفوق. يعني هو اللي غيكون الفوق وهنا غادي يكون اش دوزو. شفتو؟ دونك هنايا هاد البلاصه اللي لتحت كلها كتسمى دومين دو ستابيليتي ديالاش ديالو. اوكي هنا فين كيكون لو ستابل واي اسبيس كيكون فلو دونك كنقولوا بان راه الي ستابل دون لو. دابا لحد الان مازال يلا رسمنا لا دروات الاول. لا دروات الاول في لي دوني كيعطيونا هاد لو بوتونسييل ستوندار. دونك كنجيو تو سامبلومون كنكتبوا ليه ليكواسيون ديتيرميني ليكواسيون ديال هاد لا دروات معادله مستقيم. دونك شنو هي المعادله ديال هاد المستقيم؟ هي او او دو اش دوزو كتساوي لنا شحال؟ دونك لو بوتونسييل ديجا معطي لينا سي 1.23 موان 0.06 بي اش. دونك هادي هي ليكواسيون ديال لا بروميير دروات. ماتنو نو زالون باسي او دوزيام كوبل دون لوكيل لو اش تو زو جو لو رول. استاذ واش ديما غادي نلقاوها كتنقص؟ وي بيان سور سي توجور. هذا هو نيت لا بونت ديال اش توزو ديما كيكون نيجاتيف. الا بغينا نعرفوا القيمه في هذه النقطه هذه شحال هي؟ شحال هي القيمه ديال البوتونسييل هنايا؟ شحال كيساوي البي اش في هذه النقطه؟ زيرو. دونك اون رومبلاسمون لو بي اش باغ زيرو. تري بيان. سي 1.23. دونك احنا يلا رسمنا دابا يلا سالينا النص ديال الخدمه، مازال غندوزو لنص الخدمه الاخرى. غادي نحاولوا نخدموا على لو دوزيام كوبل. دونك راه ديجا خدمنا عليه، غير باقي خاصنا نديفلوبيو شويه.
خش الدوزيام كوبل فيه شوية ديال الخدمة. الوغ دونك عندنا غادي نحاولوا نخدموا عليه بلا رياكسيون ديال بليكواسيون ديال قبيله، يعني بليكيليبراج او ميليو بازيك، وما راه كيعطيونا نفس النتيجه، ولكن حنا غادي نحاولوا نخدموا بهذه. دونك نحاولوا نحددوا لو بوتونسييل E H2O H2 دونك في هذه الحالة غادي تكون عندنا لوغ دو 1 بيسكو هادشي كله 1. هذا سيت ان فوالا كاين في لا بارتي مع لي ريدكتور، دونك 1 سور اش او موان ا لا بويسونس 2. اي دونك بهاد الطريقه غادي نلاحظوا ان لو بوتونسييل دو اش دو زو اش 2 كيساوي لينا شي بلس ديريكتومون هنايا على بيسونس موان 2، دونك كتكون عندنا موان لوك موان 006 لونك ديال لي زيون. اش او موان alors donc moins 006 log de h au moins. حنا كلنا كنعرفوا ان كاينه واحد العلاقه ما بين، واش الصوت مسموع مزيان سيلفو بلياك؟ الصوت مسموع، الصوت مزيان، سي بون. دونك عندنا العلاقه ما بين h او موان h 3 او بلس
كتساوي 10 بويسونس موان 14. دونك نقدروا نخرجوا اش او موان، اش او موان هي 10 موان 14 سيغ اش 3 او بليس. دونك موان 006 لوغ دو اش او موان، نقدروا نعوضوها موان 006 لوغ 10 موان 14 سيغ اش 3 او بليس. سي بون، دونك غادي تعطينا اون فان دو كونت دونك نشدو هاد ليكسبرسيون كاملة. H2 moins donc c'est plus 006 fois 14 moins 006 fait H. Donc on a c'est moins. Et après, غادي نحاولوا نلقاو واحد العلاقة. فوالا عندنا لو كوبل H بلس H2، لا رياكسيون ديالو هي 2H بلس كيما شفنا قبيلة بلس 2 إلكترون، عطينا H2. دونك شنو غادي نديرو في هاد الحالة؟ غادي نزيدو ياك، إلا زدنا هنايا H او موان غنزيدو حتى هنا، دونك 2H بلس بلس 2H او موان، نزيدو جوج ديال لي H او موان باش نصاوبو الماء، نصاوبو H دوزو. دونك 2H او موان بلس 2H بلس شحال هي؟ هي 2H دوزو plus 2 électrons, c'est un H2 plus 2H au moins. Il y a la relation qui est très importante. Voilà, nous avons vu que nous avons un rapport. C'est ça. Donc, le juge a dit que nous avons un rapport. La relation qui est très importante. Nous avons un rapport. Nous avons un rapport. Nous avons un intéressant fait chez Kamel. Les deux couples H plus H2 ma H2O H2 font intervenir l'élément hydrogène au même nombre d'oxydation, plus 1, 0. Nous pouvons égaliser. Donc, on a le potentiel. Puisque le mot est un donc nous pouvons dire qu'on a le potentiel d'équilibre de H plus H2. Il est équivalent à quoi? Au potentiel d'équilibre de H2O. H2. Donc, puisqu'ils sont identiques. C'est bon. Donc, puisque le juge est équivalent, donc, nous pouvons nous jouer avec le juge à la case. Nous pouvons nous jouer avec le juge à la case. H plus, il y a. Donc, il y a la chose qui est la case. Il y a E0. Il y a H plus H2. Plus. 006 لا راه حنا ديجا حسبناها قبيله، دونك لقينا سي موان 006. دابا حنا فين زعما شنو باغيين نبينو؟ باغيين نحسبوا البوتونسييل ديال H2O H2، باغيين ندمجوا ما بين دوك جوج علاقات باش نحددوا دابا شنو هو الهدف ديالنا.
غير باش تفكروا شنو لوبجيكتيف. صاوبنا لا دروات الاول ياك، ها هو مثلناه. دابا بغينا نمثلوا لا دروات الثاني. اوكي، لا دروات الثاني شنو فيه؟ غادي يكون داير بحال هكا، وتحت منه شنو؟ تحت منه اش 2. لاحظوا ان اش 2 غادا الدوغري دوكسيداسيون من هنا لهنا كانت عندها زيرو، هنا سي بلس 1. شفتوا؟ دونك دابا بغينا نمثلوا هاد لا دروات الزرق، هذا هو الهدف ديالنا. دونك داكشي علاش كنحاولوا ندمجوا ما بين دوك جوج علاقات باش نسهلوا علينا الحساب ديال البوتونسييل. دونك غادي نحاولوا نمثلوا دابا لو بوتونسييل ديال هادي بوحدو. دونك سي موان 0 زيد، ديجا حسبناه موان 0.06 بي اش، سي با لا بين. وهذا دابا واش كنقلبوا على البوتونسييل ولا البوتونسييل ستاندار؟ كنقلبوا على البوتونسييل ستاندار، كنقلبوا على لو بوتونسييل ستاندار. هذا ديجا حسبناه ياك، لقينا فيه او 0 اش 2 حيتاش البوتونسييل ديكيليبر متساوي، لا يعني ان البوتونسييل ستاندار يكون حتى هو متساوي. موان 0.06 فوا 14، هادي ديجا حسبناها قبيله، راه كاينه بلوس تما، دونك ترجعوا ليها. موان 0.06 بي اش. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ تو سامبلومون نو زالون سامبليفي باغ 0.06 بي اش. اي دونك بغينا نحددو دابا لو بوتونسييل ديكيليبر، ها هو لانكوني اللي عندنا، هذا هو اللي كيكون انكوني، فهمتو؟ هذا كيكون عندكم في المعطيات ديال التمرين، مي الهدف ديالنا هو نحددو لو بوتونسييل ستوندار ديال اش 2 و اش 2. دونك شنو هو لو بوتونسييل ستوندار ديال اش 2 و اش 2؟ هو البوتونسييل ستوندار ديال اش بلس اش 2 فوالا موان زيرو زيرو سيس فوا 14. دونك لو بوتونسييل ديال اش 2 اش 2 هذا شحال كيساوي البوتونسييل ديالو؟ سي زيرو. اوكي، البوتونسييل ستاندار ديالو سي زيرو، حيت هو الكوبل دو ريفيرونس. اي دونك غنسنجو ان سي با انايا باردون، وي سي زيرو، سي زيرو. دونك شحال هي 006 فوا 14؟ شحال هي؟ احسبوها سيلفو بلي. 006 ملتيبلي با 14 0.84. فوالا سي موان 0.84 فولت. سي بون، دونك كوم سا كنكونو لقيناها. حنا لقينا البوتونسييل ستوندار. إلفو نوتي كو هذا سي ان كوبل دو ريفيرونس، دونك لو بوتونسييل ديالو تيساوي زيرو. دونك اون فوا كنلقاو البوتونسييل ستوندار، دونك سي تري فاسيل انني نمشي دابا ونحدد ليكواسيون ديال فوالا ديال لو كوبل ديالي. دونك او استاذ، هاد البوتونسييل ما كيتعطلناش في لي دوني؟ ممكن يعطيه، ممكن، مي الا ما عطاش انا وريتكم الديمونستراسيون ديالو. دونك غادي نديرو هي موان 0.84 فولت. دونك سي با لا بين ديال لونيتي هنا. موان، دونك غادي ندير ابليكاسيون نيميريك ديريكت موان 0.06 لوغ دو 10 بيسونس موان 14 موان 0.06 بي اش. دونك لو بوتونسييل ديال اش 2 و اش 2 هو شحال؟ دونك غنلاحظوا اننا نقدروا نسامبليفيو بهادو كار سي لا ميم شوز.
Et finalement, on a le potentiel de H2O H2 qui est moins 0,06 pH. L'équation de la droite. Et c'est l'équation d'une droite, quand on dit la Y égale à X plus B, n'est-ce pas? Donc si B égale à 0, donc Y égale à X. Ou Y égale à X, c'est l'équation d'une droite qui passe par quoi? L'origine. Voilà, c'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine. L'origine est à 0. Et donc, c'est normal. Donc, il a la là, si le pH égale à 0, ça veut dire que le potentiel, oui. Zéro. Voilà. Au 0, 0, je ne Il y a l'origine. Voilà. Et donc, quand il me d'abord représenter, représenter le premier. Voilà, déjà représenter voilà, la première droite. Nous allons passer à la deuxième droite. Donc, on a le E. On a le pH. Donc, on a déjà représenté la première droite. Donc, il y a l'équation d'une droite. ديال اش من كوبل ديال او O2 دو H2O. فوالا او دو اش دو زو لقينا فيها 1,23 موان 0,06 بي اش maintenant nous allons passer à la représentation de la deuxième droite qui passe par l'origine donc on غادي نطلع هاد القيمة ديال بي اش Et je vais tracer, donc nous allons tracer un nouveau droite. Je n'ai pas la pente de la droite, mais d'accord, mais imagine que deux mois de la dialogue, je n'ai pas la pente de la droite. Il Voilà, le pina E, dial H2O H2, qu'est-ce que c'est? Oui, n'a que 0,07 pH. Et donc tout simplement l'ahdo on va dire واحد droite puisque l'ahdo puisque ils ont la même pente n'est-ce pas et donc 9000 متفقين ولا لا moins 0,06 moins 0,06 donc ils ont la même pente donc puisqu'ils ont la même pente donc je dois en gauler les ils sont comment juge des المستقيمات عندهم نفس الميل كيفاش غيكونوا oui très bien parallèle donc on va dire la deuxième droite ils sont parallèles ou ils passent par l'origine. Et voilà, comme ça, j'arrive à définir le domaine de stabilité de l'eau, les wahada tout simplement. Donc, on commence à la salle d'icam là. La d'icam là, qu'est-ce que c'est? Domaine de stabilité de l'eau. C'est bon, on a le domaine de stabilité de l'eau. Donc, je vais te oui. H2 à ce qu'on le sait. Très H2 à bien. ce qu'on le sait. H2, il est le H2, non. H2, c'est l'ouest. Ou O2, le fouc. Ça fait شيخ تراك يقول لك تراسي هاد الدياغرام فوسط من واحد لا فوسط من واحد الدياغرام او بي اش اللي ديجا واجد نتوما كترسموا هذا وكتشوفوا مثلا الا لقيت امينو 4 موان هنا كنقول امينو 4 موان الي ستابل دون لو الا كيقطعها راه الا كتنتمي للدومين ديال ستابيليتي ديال لو دونك الي ستابل دون لو الا ما كتنتميش دونك الي ان ستابل دون لو تو سامبلومون فوالا دونك هادشي اللي كاين في الدومين دو ستابيليتي دو لو وي واش ضروري خاص تكون داخله كامله زعما بحال دابا الا مثلا الكروم ولا اي حاجه يكون كامل داخل ولا غير بارتي منه؟ غير بارتي منه كتخلينا نقولوا انه راه داخل الا دخلت غير بارتي منه غير نسبه منه فوالا كنقولوا راه
راه الي ستابل دون لو، ولا اني ستابل دون لو ا دي كونديسيون، فهمتي؟ يعني في داك لانترفال ديال البي اش اللي كيكون داخل فيه كنحسبو كنحددو شحال خص البوتونسيال، شحال خص البي اش يكون، واش فهمتي؟ يعني اون فوا نتجاوزو ديك القيمه ما كيبقاش ستابل دون لو، دونك كنقول الي ستابل ا كونديسيون، خصني البي اش يكون في هاد النيفو والبوتونسيال يكون في هاد النيفو. مازال غنشوفو هادشي ان شاء الله في دي زيكزيرسيس.